البطوله دي معموله وماشيه بايد فنيين وطنيين مصريين زي حسن حسني، زي مجدي ابو المجد، زي طارق محروس، كلهم سواسيه، كلهم مصريين. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. نتمنى تاني وبنبارك لفريق الطايره وبنبارك ان شاء الله وهنفضل سبورت ليهم وبنحاول نجيب كابتن حسن الحصري، بس هو تقريبا في مشكله في التليفونات. دي اول حاجه، ده اول حاجه، ودي الحاجه الكويسه، الحاجه يعني اللي تاثرنا بيها جدا، ان جمهور الاهلي يخش في حوار وهو ملوش دعوه. بالعكس، جمهور الاهلي كان اكتر ناس بنتكلم على كره اليد وبنتكلم على كابتن حسين زكي، هو المدرب العام لفريق كرة اليد المنتخب المصري اللي فاز لسه ببطولة العالم مؤخرا. اتكلم على الثقافة الرياضية، والثقافة الرياضية دي فيها كلام كتير، وده اللي احنا دايما بندعمه هنا وبنقول لجماهيرنا نشجع نادينا، بس ما بنتكلمش. النهارده كل مصر فرحانة بفريق كرة اليد، تيجي حاجة تعكر الصف، جماهير الأهلي تخش في حوار مع المدرب العام ويتكلم ويقول كلام كتير. الكلام ده أنا مش هقدر أقوله كخالد العودي، مش هقدر أحطه على الشاشات، منع للاحتقان، منع للفتنة، لكن بنطلب بس حاجه واحده، النهارده اللي بيمسك اسم منتخب مصر يبعد عن التيشيرت خالص، ولا احمر ولا ابيض. وبنقول لكل الناس كده، هنا في قناه الاهلي جبنا كابتن طارق محروس وجبنا كابتن مجدي ابو المجد، واحد اهلي واحد زمالك، لكن عمري ما هقول كده، هقول ده مدير فني منتخب مصر وهقول ده مدير فني منتخب مصر، لان مصر دي عندنا غاليه جدا علينا. الحوار ان الناس سخنت، الكلام اتقال كتير، كلام كتير، ان ناس بتعرف كلام، دي ناس بتتكلم في الالعاب الاخرى، ده انا الالعاب الاخرى دي في النادي الاهلي يعني هاريين، حافظين، ده حافظين اللعيبه اللي عنده 8 سنين، حافظين كل حاجه وعارفين كل حاجة وبيتكلموا في الرياضه. جاي زمان من 20 سنه ما كانوش يعرفوا، الناس ما كانتش تعرف، كانت تعرف اسمين ثلاثه في كره اليد او في اي لعبه تانية، لكن النهارده حافظين اللعيب اللي عنده 8 سنين طالع ازاي، بيتابعوه ازاي، بيشوفوه ازاي، كل جماهير. بجد ما نقدرش النهارده نقول لجماهير الاهلي لا اقعدوا ساكتين ونهدى شويه، ما ينفعش، ما ينفعش يكون هي دي الثقافه، الثقافه اللي عندنا بتقول ان اللي يمسك منتخب مصر يتكلم على منتخب مصر بس، وبالذات في المكسب مش في حاجه تانية. النهارده جماهير الاهلي لما بتخش تغلط في اي حاجه الناس بتزعل منها، ليه تزعل؟ ليه تيجي على جماهير الاهلي؟ جماهير الاهلي كبيره جدا، فعلا كبيره جدا، بنقول لهم دايما نهدى على الناس، نهدى على السوشيال ميديا، نهدى، نخبط ليه فيهم؟ نتكلم ليه عليهم؟ نتكلم ليه على جماهير عريقة بتشجع منتخب مصر كثيرا جدا في كل المواقف، على كل صفحاتهم بتلاقي منتخب مصر متصدر المشهد، بيباركوا وباركوا المنتخب مصر، مواليد 2000، باركوا لهم وقال لهم ألف مبروك، فرحانين لأن دول في آخر مصريين. في الآخر نتمنى فعلا أن الدنيا تهدى، لكن هناك سؤال، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المهندس هشام ناصر بنسأله لك، هتعمل إيه المرة دي؟ النهارده عندك مدير فني غلط في جماهير النادي الاهلي، الحوار موجود على السوشيال ميديا، موجود واتشال، لكن اكيد جات لك واكيد احنا عارفين ان هو جات لك، احنا بنحاول نعمل معاك مداخله عشان نتكلم ونسالك هتعمل ايه المره دي؟ الاتجاهات راحه وجايه منين؟ احنا بندافع عن حقوق النادي وليس اكثر من هذا، ما بنغلطش في حد، ما بنقولش كلام اكتر من كده، بنقول الكلام الحقيقي اللي حصل. النهارده بنعرض عليك الموضوع، مستنيين الرد، مستنيين رد على اللي حصل من مدير فني عندك او مدرب عام عندك جوه الاتحاد المصري اللي انت مسؤول عليه، هو مش مدير فني ولا مدرب نادي تاني، لو كان ماسك اي نادي من حقه يتكلم، مش معترضين، لكن لما يمسك منتخب مصر من حقك انت اللي ترد، من حقنا نسمعك، من حقنا نشوف هتقول ايه، هتعمل ايه في الموضوع ده. النهارده هنقول مش عايزين ندخل الاهلي والزمالك طرف، انا اللي بقول لك مش عايزين ندخل الموضوع ده، لكن لما مدير فني او مدرب يغلط مستنيين قرار من حضرتك، اللي حضرتك تطلع بقرار وتبلغه للراي العام وتقول ان انا قررت ان المدير الفني ده اللي حصل منه المشكله عشان الناس تهدى. احنا لو بنتكلم على ان احنا نهدي الفتنه شويه وما نسخنش الناحيتين، لان في الاخر الجماهير الواعيه من عندنا من النادي الاهلي دايما تاني بقول ان هي سبورت المنتخب مصر وسبورت الفرقها، بتشد بتعمل نقد لاذع على فرقها، بتشد شده جامده جدا على فرقها، مالهاش دعوه بالفرقه الثانيه. لكن النهارده انا بقول لك من خلال قناه الاهلي مهندس هشام ناصر نتمنى الرد، احنا مستنيين ردك، مستنيين رد الجماهير اللي اتغلط فيها واتقال عليها كلام، احنا مستنيين ردك ان شاء الله، نتمنى يكون الرساله وصلت لك، ومستنيين رد واضح وصريح من اتحاد كره اليد برئاسه المهندس هشام ناصر. بكده خلصنا الجزء الاولاني، الجزء اللي احنا في حالتين عندنا، مصر بتكسب ومصر لما تكسب يحصل الغلط في جماهير الاهلي، ليه ما اعرفش. نخش لاخر خبرين عندنا، اخبار سريعه بس عشان برضو بنتكلم على منتخبات مصر، بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي
في دوره الالعاب الافريقيه من خلال العاب القوى. 10 لاعبين بيمثلون مصر في دوره الالعاب الافريقيه. العشر لعيبه دول بنقول لهم اه في حاجه مهمه انا نسيت، بس معلش نرجع للحوار التاني بتاع كابتن حسين زكي. عايزين بس نشوف عندنا لقطه مهمه جدا لما كسبوا افريقيا، كابتن حسين زكي قال ايه عندنا هنا في قناه الاهلي. على الاستضافه الجميله دي، وبشكر قناه الاهلي على الاستضافه الجميله دي والاهتمام بالشباب الصغير دي. اول حاجه انا عايز اقول لوزير الشباب والرياضه اتفضل، شكرا على التكريم بتاع النهارده. حلو، ومستنيين منك كتير، لان اللعيبه دي مش اقل من اي لعيب في اوروبا، واللعيبه دي مش اقل من اي لعيب في لعبه تانية. تمام، بدون ذكر اسماء. تمام. وعندهم طموح ان هم يعملوا حاجه لبلدهم، مش عايزين نحبطهم من دلوقتي. كويس، خلاص. للاتحاد المصري بقوله متشكرين ان انت او ان انتوا كجروب وصلتونا ان احنا يبقى عندنا امل ان احنا نقدر نعمل حاجه، وان احنا نقدر نوصل للشباب دي خبراتنا كلعيبه دوليين وكلعيبه عدت بمراحل كبيره جدا. فشكرا لكم جدا ان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا نتعامل كاننا نحس ان احنا كاننا مش في مصر، احنا بنتعامل كاننا في اوروبا. حلو، ان الجهاز الفني قريب من اللاعبين، بيتنفذ له كل حاجه زي ما قال مجدي، اي طلبات انت بتلاقيها. حاجه اخيره انا بقول للعيبه، انت مش اقل من اي حد في اوروبا. انا واحد من الناس عشت بره ولعبت بره ولعبت في انديه كبيره ولعبت وسط لعيبه كانوا من احسن لعيبه في العالم. يعني طبعا كانوا من احسن لعيبه في العالم فعلا. وجت في سنه من السنين اخذت احسن لاعب فيهم، ده بقرار الجمهور، وكنت ماشي هداف فرقتي في ده بارقام. فانت مش اقل من اي لاعب في اوروبا، مش اقل من اي لاعب بيلعب في اي مكان في العالم، بس احنا نبقى عايزين تقول ايه للاعلام المصري علشان يبقى قفلنا المنظومه كامله. هقول لك حاجه، انا بقول للاعلام المصري يعني عشان خاطرنا الدنيا مش كوره، قول اللي انت عايزه. احنا عندنا ابطال في العاب فرديه، وعندنا ابطال في العاب جماعيه، وعندنا مش هاندبول بس، احنا عندنا الطايره وسله وعندنا يد وعندنا مصارعه وعندنا كتير. انت احسن انا الموضوع مضايقني يا خالد بجد، لان انا هرجع واقول لك حاجه. انا واحد من الناس بطلت اشجع كوره في مصر، حتى منتخب مصر ما بشجعوش. لا 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 كابتن حسين، لا 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 لا، انا بكلمك جد. انا بشجع مصر، لان هي انا بحب مصر. بالظبط، فاهمني؟ بالظبط. لكن انتوا وصلتونا او الاعلام وصلنا ان احنا كلاعيبه، انا بتكلم كلاعب. اعتقد كده الصوره واضحه، ده كابتن حسين زكي لما كان في قناه الاهلي. لما جبناه قناه الاهلي جبناه عشان خاطر مصر، ما جبناهوش عشان خاطر حاجه ثانيه، عشان كانوا حققوا انجاز، وهنقول ان هم حققوا انجاز، هم حققوا فعلا انجاز، وهم اصحاب الانجاز، ده حق. احنا دي حقوق، الحق لاصحابه يعني، مش هناخد الحق من حد. لكن النهارده لما نشوف الهجوم على جماهير الاهلي الكبيره العريقه، بلاش منها حاجه، بلاش منها تعكر صف الامور، وبالذات ان اتحاد اليد، وبالذات ان كره اليد ماشيه في اتجاه ترند عالي جدا. مش عايزين نخش المرحله تاني مختلف، نتمنى ده فعلا، لان قناه الاهلي والنادي الاهلي، انا قبل ما اطلع النهارده ما بنغلطش في حد، انا اكيد ما بنغلطش في حد، لكن ده اتعلمناه جوه النادي الاهلي، ان احنا ما بنغلطش في حد خالص. اتعلمنا ده، احنا بنشتغل على النادي الاهلي فقط لا غير، بنشوف هو فين وبنجري وراه وبنقعد ندعمه. لكن هي على النادي الاهلي اكيد هنتكلم عليه، مش احنا اللي بدانا، حضرتك اللي بدات. نتمنى الرد من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. خلينا نروح لالعاب القوى، و10 لاعبين في النادي الاهلي بيمثلوا مصر في دوره الالعاب الافريقيه في العاب القوى. اعتقد 10 لاعبين ان شاء الله يتمنى لهم المنافسه الشريفه باذن الله، ونتمنى لهم ان هم يحصدوا ميداليات ذهبيه للمنتخب المصري. اكيد مصطفى الجمل، اسلام ابو السريع، محمد مجدي، وشهاب محمد، ماجد البدري، وباسم محمد، رامي سعيد، اسراء محمد، ايمان منصور، اميره خالد، دول كلهم بيمثلوا العاب القوى مع في دوره الالعاب الافريقيه من النادي الاهلي. لكن ابطالنا ابطال السباحه مختلفين تماما، 14 ميداليه متنوعه مختلفه، 8 ذهب واثنين وثلاثة فضه، 3 برونز، واسماء اللاعبين اللي حققوا نتائج مبهره فعلا مع جنوب افريقيا بالذات المتواجده، مع ان نتائج كويسه جدا، هي هانيا مورو ما شاء الله عليها 4 ميداليات ذهبيه، احمد اكرم ذهبيتين وبرونزيه، وعلي خلف الله ذهبيه وفضيتين واثنين فضه، عبد الرحمن ذهبيه، محمد سامي ميشو فضيه، احمد حمدي
برونزيتين بكده، دول ابطالنا اللي قدامنا على الشاشه، ابطالنا اللي حققوا لمصر فعلا ميداليات، حاجه تشرف وحاجه تسعدنا جدا جدا، وان شاء الله هنستضيفهم قريبا جدا على قناه الاهلي، لانه فعلا شرفوا النادي الاهلي وشرفوا مصر في المحفل الدولي. خلينا نخرج تقرير عن كره السله ونجوم كره السله المنتقلين حديثا الى النادي الاهلي اللي هينضموا لنا بعد التقرير ده عن كره السله. نجح مسؤول الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني في التعاقد مع العديد من الأسماء القوية للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية، حيث تعاقد مسؤول القلعة الحمراء مع عدد كبير من الأسماء الصاعدة وبقوة والتي يتوقع لها الخبراء والمتابعون للعبة مستقبلا باهر، وهم إيهاب أمين قادم من نادي سبورتينج، محمود الزيات قادم من نادي سموحة، الأمريكي أليكسيونج المحترف بالدوري الروسي، أيمن شوكات من طلاع الجيش، أحمد عمارة من نادي سبورتينج، أحمد إسماعيل من دوري الجامعات الأمريكي، محمد عزت ومحمود الشرشابي قادمين من نادي الشرقية للدخان. كما تعاقد مسؤول القلعة الحمراء مع عدد من اللاعبين الصاعدين وهم يوسف المعداوي، مؤمن موسى، سيف صلاح. الأهلي مقبل على انطلاق دور المرتبط الذي يقام بداية من شهر أكتوبر المقبل، وسيلعب المارد الأحمر في المجموعة الرابعة رفقة فرق سبورتينج أصحاب الجياد هيئة قناة السويس، وذلك بحثا عن المحافظة على لقبه للعام الرابع على التوالي. الشياطين الحمر أمامهم تحد كبير في ظل تدعيم أغلب الفرق لصفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين، لكن رغبة ودعم إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ستجعل الفريق قادرا على المنافسة وحصد البطولات الواحدة تلو الأخرى.